شو يلي تغير لحتى خف نشاط أجابي ووجودها صار أخف من قبل؟ أعمالها الجديدة خفيت، شو اللي تغير؟ استقرار بالبلد. نحن من 2005 نحن جسم كبير، يعني ما فينا نقول اطلع بسيارتك والحقني رايحين نعمل كونسير. نحن كتار بدنا استقرار، تيكون بدنا نحمل مسؤولية، بدنا أمان. أمان. ايه ما بنقدر، يعني السنة هالصيفية لغينا كل الكونسيرات كنا اخذينهم بسبب الأحداث اللي صارت أول هالصيفية. شو بدنا نعمل؟ بنتمنى أكيد إنه نرجع نشوف هالنشاط والأعمال الجديدة والكونسيرات والترانيم والتراتيل اللي تعودنا عليها مع أجابي، أكيد بوجودك. نحن أصلا بعدنا مستمرين بالقداس بالفنار، يعني صحيح ما تغير شيء، ما وقف بس شيء، بس يمكن خف طلعاتكم، تنقلاتكم. قد ما فينا نكون يعني ننتبه لحالنا ولبعضنا بيكون أفضل. إذا بدك تتذكري هلا ترتيلي من التراتيل الأحب على قلبك يلي بتقوليهم بالأجابي، شو بتتذكرين بيها؟ شو بتقولينا؟ شو بتسمعينا؟ بدك تدوري الميكرو. مظبوط، عم دور الميكرو. من كلهم بحبهم، يعني كل الأحب. المميز يعني كمان انه بيعطي صوت الترنيمه المناسبه. بس في ترتيله كنت حبلي ببنتي ساره جو، كنت كل مره رتلها ترقص هي ببطنك، فعلى طول بحب اني رتلها. مبارك اسم الرب. من انا لاصير من شعبك، من دعي عليه اسمك؟ عجبا هل دعوتني انا لأكون ملكا لك؟ هل لغريب لضال أثيم أن ينتمي للملك؟ عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. ثلاث ارباع المرنمين يلي هلا عندهم اسم وإلهم وجود قطعوا بالأجابي، كان في إلهم وجود من نبيها، من نزار فارس، من عارف يمكن جمانة مدور، كثير اشخاص. جمانة ما كان، لا كثير اشخاص قطعوا اصحاب كثير معك، صحيح بتسجل عندك يمكن حتى، وهلا صار في إلهم وجود، وكثير اشخاص اسسوا جوقات كانوا موجودين بأجابي. هالبطن يلي عطت الحياة لكتير أشخاص بهذا الدومين، بدومين الترانيم. شو بتحس كمال كل ما تشوف عيلة عم تنشأ من خلال الأجابي؟ في نوعين من العائلات ممكن تنشأ فيها. تنشأ عيلة تكون نوع من تتمي، يعني استفادت من الأجابي وحبت تكفي نفس الشيء. في العائلة الثانية يلي طلعت لأنه ما عجبتها كتير الأجابي، حبت تعمل شيء تاني. هلا اثنيناتهم بيغنوا الكنيسه، وهون ما عندي مشكله، وما حدا اخذ من ضرب حدا شيء اصلا. حلو. قبل ما نختم هاللقاء سوا ونقول مرسي، بالفعل مرسي كمال سائل انه حبيت تكون موجود معنا لحتى تكون عم تعبر لنا بيها، وهي عم تعبر لك عن هالامتنان وعن هالترابط يلي صار كثير قليل بايامنا هلا. شو بتقولي له قبل ما نودعه؟ هيك طلعي فيه واحكي شخصيا. اصلا كمال بيعرف الامتنان يلي انا بكن له اياه، لانه هو مسك بايدي ومين شجعني اني انه اقبل انه يكون عندي سديين اغاني، ومين اكيد كان له الفضل باني اعمل اول ترانيم
كمان خاصين لإلي. ما فيني أنكر كمان بلكي بوقتها بالتسعينات من بعد الحرب لما ما كان حدا عم بيرتل كنا كمال وأنا كنت السوليست بلكي الوحيدة بالجوقة وكنا من أول المرنمين ومن أول يلي عم بيعملوا يمجدوا اسم الله بلكي ما كنا عارفين أهمية هالعمل اللي عم نعمله هلأ صرنا نعرفه أكثر بس كنا إذا بدك انطلقنا بفضل حماسه فأنا شو ما أقول بالكلام ما بقدر أعبر بس الله بيعرف معزته لكمال ومحبته بقلبي وبالفعل كمان سائل حماسك لو شو ما عملت ما فيك ولا مرة تخبي ولا أنت وعم تدير هالجوقة على السات ولا أنت وعم تلحن ولا أنت عم توزع ولا أنت وعم تحكي ولا أنت دايما حماسك هو يلي سابقك هو يلي يمكن سبب وسر لنجاحك ونجاح الأكابي شكرا لك عن جديد تحب تقول شيء قبل ما نختم الله يقويكم انا اجمالا انا والقطراء مش اصحاب يعني شغله يمكن اكثر شغله ما بعرف اتعامل معها بالحياه ف ما فيني زيد شيء على قلته انا كثير بتكل على التاريخ يعني بقد نكون انه قطعنا ال 25 سنه معرفه مع بعضنا حتى هالثبات هذا يحكي عن حاله اصلا والله يقويكم وان شاء الله كمان تي في تشاريتي تلاقي هالثبات كله لقدام الله شكرا لكم بتمني بس بعد انا طول العمر والصحه وشويه وقت تضل اجابي مستمره اكيد بتمنى واذا اجابي هو اصلا اجابي هو مشروع الله هو مشروع اكيد اذا هو بنعمه الروح واذا رايد رح تستمر ولو تكسلن شوي بلكي بيخلق له شي ساعتين ثلاثه زياده بنهاره لحتى يكون عم يقدر يعطيها اكيد للاجابي رح نتوقف نحن وياكم لبريك وبنرجع لنكفي الجزء الاخير من حلقتنا ومع ضيفنا الثاني خليكم معنا I'm
بتهتمي لشو قالوا شو ما قالوا؟ بعض الأحيان إيه أكيد، وبعض الأحيان لا، حسب شو الموضوع، حسب شو الظرف. خاصة أنت حدا معروف، الناس بتعرفه بتحبه، ومعرضة لكتير حكي وإشاعات، حتى لو كنت بدومين ترنيم، يعني ننزل شوي على الواقع، نكون شوي واقعين. حتى يلي بيرنم هو إنسان معروف، هو إنسان مشهور، الناس بتعرفه بتحكي فيه، الناس ما بعرف بتألف حكي بتألف إخبار، فأنت معرضة لهذا الشيء. بحاول كتير إنه بتصرفاتي، قلت لك إنه كل يوم بنتبه، برجع بعمل ريوايند كيف تصرفت كيف عملت، لأنه مثل ما قلت نبيها يزبك اللي بترتلي، معقول تكون عملت هيك مثلا أو تصرفت هيك؟ طبيعي بحاول كتير انتبه، بس مش معصومة عن الخطأ. يعني بغلط كتير، بعيط كتير، أوقات بالسيارة بتوتر بكرفت، هدول إشي. بس برجع بقول لا، لازم انتبه تاني نهار، لأنه لو شي مرة صدفت إلي وقال إيه نبيها معصبة ولا مرة بعرفها هيك، يعني مهمة إنه واحد ينتبه ويحسن، وكل يوم نتعلم وكل يوم نحاول إنه نطور بحالنا ونحسن بتصرفاتنا. حدا كمان بتعتبر إنه كان في إله فضل أو كان في إله وجود بمسيرتك، حبيت إنه كمان يكون اليوم ضيفك وتكوني عم تقولي له مرسي؟ أكيد. بير ميشيل عبود، شو بتقولي عنه قبل ما نستقبله؟ بير ميشيل هو الصورة المهضومة للكاهن القريب للقلب، يلي ما بيحسسك ولا مرة انه انت خاطئ، لا انتبه، لا بالعكس، كل الامور بياخذها على طول، عنده خبرية عن كل ظرف بتكون مارق فيه. اسمعوا هالخبرية، بفوت بنكتة بنسيك همك، بنسيك تعبك، صحيح. بنسيك له فضل كتير كبير علي. اول شيء انا اذا بدك مثل ما سبق وقلت تلميذة كرملية، هن المثل لقلنا، وثلاث ارباع الترانيم هن من كلماته ومن اجمل الكلمات. انا بشكر الله على وجوده فعلا بالمسيره يلي انا ماشي فيها. وعلى كل ابن الابيات يعني على شيء يكون هيدا الحدا اللي كثير مهضوم. بنرحب ببير ميشيل عبود. الله معك ابونا. الله معك، يعطيك العافيه. هلا شرفتنا، تفضل. تحياتي. ميرسي لحضورك ابونا. ميرسي كثير انه حبيت تكون موجود معنا بها يزبك، وتزين لنا هيدي الحلقة بروحك الكتير هيك مهضومة وفيها من هضامة الله، إذا بدنا نقول لا نبيها ما بينا فضل طلب. الله يقويك. مثل ما قالت نبيها يزبك، ثلاث ارباع الترانيم يلي سمعناهم بصوتها ونجحت فيهم وعملت وجود وحضور، كانوا من كلماتك، كانوا من كتابة أناملك. شو بتخبر عن مسيرتك مع نبيها يزبك؟ شكرا. اول شيء انا بيها كنا نعرفها بصوته وشوفها بالاجابي مع كمال وبعد التراتيب، سواء انت اليه وهيك، وبتعرف اوقات بس يكون الشخص عبر هالعلبه الصغيره بتشوفه بس مرنب، اوكي، بتخمن انه كل حياته بس شو ترني، ما عنده الا يطلع يرنم. لا، بس بعدين اكتشف بنبيها، بتعرف نبيها ام لعائله، نعرف شو يعني قلب الام وكل معاناه نبيها. هي مديرة مربية بمدرسة الكرملية، وكل هالمرافقة للأساتذة للأهل للتلاميذ، هودي كلهم بيطبعوا بالإنسان شغلة كبيرة ما بيفهمها إلا يلي بيعيشها. فبيجي هذا الترنيم عم يطلع من صوت شجي ربنا يعطيها الموهبة، بس كمان عم يطلع من قلب معصور، كان بالألم، كان بالتعب، كان بالعاطفة، كان بالحنين. ساعتها بس تشوف الشخص بمسيرته العادية الحياتية وبمسيرته الفنية وبالموهبة المحافظة عليها، ايه بيصير التقدير إسا أكتر. هلأ أنا ما بعرف أمدح، بس بيقول المثل إذا كان في جيبك عطر لا تدل عليه، إنما هو يدل على نفسه. أوكي، الشيء مبين، يعني يسوع واضح بس يقول ليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات ومن ثمارهم تعرفونهم. يعني الشيء المبين مبين، ما فيك إلا ما تدل عليه، وإذا ما دلت عليه رح يضل مبين، يعني مش أنت اللي بتعطيه القيمة. يعني الذهب بس يضوي على، أو النور بس يضوي على الذهب، مش هو بيصيره ذهب، يضوي عليه أنت تستفيد منه. فنحن في اشياء بتضوي عليها، وهي الله يقويك يعني بهذا البرنامج عم تضوي على المواهب، ساعتها يكون الانسان عم يقدر يستفيد بين هلالين من كلمه استفاده، يعني بس انه حتى يكون كلنا سوا عم نمجد الله بمسيرتنا بهالحياه. على كل بير ميشيل، بالقعده معك اصعب شيء الحكي،
لأنه السمع بسكت الحكي. شو بتقولي عن شو بتقولي عن جد عن التعامل مع بير ميشيل عبود؟ عندي كلمات من عند غير شعراء وأكيد من عند غير كتاب وكلمات قديسين عم بتكون عم ترتليهم. شو الفرق بالكلمة؟ في فرق أو العلاقة هي يلي بتعمل هذا الفرق؟ ما في شك العلاقة أكيد دورة كتير مهم، لأنه بيكون عم بيكتب بصدق إذا بدك للشخص يلي طلب منه أنه يكتب له. بس المميز عند بير ميشيل كلماته صلاة كتير فيها روحانية، كتير لاهوت، كتير من أجمل ما رتلت هن التراتيل يلي كتبهم بير ميشيل. يعني بشكر الله كل يوم، وأكيد كان يقول لي أنا لازم أتألم تأكتب، فكل يوم بس بدي أطلب منه بقول له بير ميشيل كيف هالقلم معك بهالأسبوع بليز بدنا. لا هيدي جاية من عم نحضر مرة مسلسل قديم لا فينا نسمي إذا بدنا إيه مسلسل كان عنتر وياسين بالقووش بالحبس فقال بدهم يعملوا جوقة للقووش للحبس فبقول له لياسين إيه غوار الطاشي بقول له لياسين بو عنتر يلا اكتب لنا شي نشيد. قال له الشعر بده معاناة، شيل هالكف وليخه. قال له عامل كتاب فهيك يعني فهلا كيف هالقلم معك فينا نكتب هالاسبوع شي ترتيله بقى يعني بحس بيعيش الكلمة اللي بيكتبها، وأكيد مستوحاة من الكلمة اللي هون بين هلالين. بما أنه أتينا على ذكر الفنان دوريد لحام والفنانين السوريين، منقدم أكيد صلاتنا عنية سوريا والوضع لحتى بركة الله هيك بيعطيهم السلام 100% أكيد المطرانين يلي كنا بنتمنى أنه مصيرهم يكون فيه خير. تأرجع لعلاقتكم، وعم لاحظ انه دائما نبيها مع كل الاشخاص اللي بتتعاملي معهم، ان كان لحن او توزيع مع كمال سيقل، ان كان كلمات مع ميشيل عبود مع بير ميشيل عبود، دائما في علاقه، في حميميه، في صداقه وفي محبه. هل هيدا الشيء لتضمني نجاح العمل ليكون عن جد في صدق بالتعاون ولا ما خص؟ ما بعتقد إلى هلا. أكيد الصداقة بصير في مونة إنك تطلب أكثر، خاصة من شخص بأهمية بير ميشيل أو بأهمية الشعراء يلي أو الكتاب يلي كتبوا. بس بعتقد إنه بلا ليك، يمكن الصداقة إذا بيعرف الشخص أكثر بصير يعرف شو بده يكتب أو شو معقول يوصل هالشخص من خلال صوته. بلكي هيدي كتير مهمة، لأنه أنا بشغلي بقدرها. أنا كتير بحب بس يجي يقول لي الشغلة مانا حلوة، أوقات ما بيقدر يقول الشخص اللي بعيد عنك. أوكي. بيقدر الشخص اللي بيمون عليك. صحيح. يعني أنا بنحنا منبسط إذا قالوا لنا الكلمة حلوة. ليه؟ مثل الأم اللي بس تعمل أكل لأولادها، بس تعمل لهم أكل ويقولوا لها ماما طيبين بتنبسط بتكفي. هلا إذا قالوا لها ملحين شوي حامضين شوي بتنبسط بتتظبط. أوقات إذا الشخص بعيد عنك بينتقدك بس ما بيقلك، او اذا ما بده التلتيلي منك بيحطها على جنب وما عاد وهذا الشيء بيضر كل الناس. بينما بس بتوصل الامور لكل صراحه، وهون الشخص اللي عم يعطي بده يكون عم يقبل انه ايه ما في حدا كامل. وانا بفرح انه يوم الايام انه حدا يضلني في نقص، لانه تا انا ارجع ظبط. اذا معك سياره حلوه ومنيحه بيجي واحد بيقول لك دولابك على الارض او عم تنزل زيت او مي، بيكون عم بفيدك احلى ما تقطع بنص الطريق. هيدا الشيء يلي بصير قرب العلاقة بهيدي المونة. هيدا المميز ببير ميشيل. هلا في كثير ناس سابونا يمكن اصدقاء معهم بس ما بيقبلوا هالملاحظات الصراحة او الملاحظة، بيعتبروا انه يلي بيكتبوه او يلي بلحنوه هو الاحسن، هو الاحسن او منيح. مش تنقول الاحسن تنظلم الشخص، بس منيح. لا ليه ما ليه لا هون منيحة انه بتلبق لصوتك. واوقات بيقطعوا العلاقة من وراء الملاحظة، تما نقول النقد يلي منوجهها لهالأشخاص. فمش مشكل بالحياة، بدك تواجه وبدك تكون على علاقة مع كتير ناس وبعدين تختار. يعني إذا روح القدس بيلهمنا بنقدر نميز بين المنيح والمش منيح، بعدين بنمشي بالخط يلي أكيد بيناسب الرسالة.